أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. كل شيء كيسولني عليهم منين كتاخذوا منين كتاخذوا كناخذوا من الانترنت. عندي دابا شي 200 تقريبا 200 بودي تقريبا تيشيرت. وكنت واحد الوقيته كنت بديت كنبيعهم سميتو بديت كنكوميرسياليزيهم الساعه داكشي ما تمشاش دوماج. اش غادي نقول لكم شحال وصلت في الحلقه؟ وصلت دابا تقريبا شي 200 حلقه تقريبا. هي في الحقيقه في العدد كاع الاجمالي ديال لي بودكاست اللي درت هو تقريبا شي 400 تقريبا. في فلاشين ديالي كاين تقريبا شي 200 تقريبا. احسن حلقه اللي درتها اللي بقات لي مرسخه في الذاكره هي المسيره ديال بن كيران. كنت دوك راك معقلين دوك المسيره اللي كانت وقعت وقشبت عليها مزيان 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 وطلعت ديك الحلقه واعره بزاف ويعجبهم المقدمين جابونا. داكشي كتشوفوا كله في الانترنت في اليوتيوب 100% موا. داكشي كله من سميتو من الكتابه التمثيل الاخراج وحتى ديك الموديغاسيون اللي كندير من بعد كلشي ديالي 100%. كاين بعض المرات الدراري كيعاونوني لا كنت مبرزت بزاف ولا مشغول بزاف كنديليغي الخدمه للدراري صحابي. من الاغلبيه 100% داكشي كتشوفوا راه انتاج ديالي. خصوص الارباح في الانترنت قلال بزاف مقارنه مع برا ومع سميتو. راك عارف برا كاين اللي كيشري طوموبيل دار من يوتيوب. حنا القضيه الحاله حالة الله ولكن كنعيشوا من خارج الانترنت. مثلا كنبيعوا دي كونسيبت مثلا كندير اشهارات كندير مع مستشارين دي زانونس ولا شي حاجه بحال هذا الشكل. دونك هذوك ما باش عايش. اما بالانترنت ولا سميتو داكشي قليل قليل.